هلو يا احلى مطبعين في الدنيا. فيديو النهارده بتكلم عن منافسه شريفه ما بين مسلسلين، فيلا بينا نبدا الفيديو. صحفيه بيرسون فجرت كلام كده ما ينفعش انها تقوله، بس هي قررت انها تقوله عشان تسخن الموضوع اكتر، وقالت ان مسلسل منظمه هيكون منافس جدا لمسلسل عبقري. تركيا حتى في الموضوع ده نجحت انها تخلي الاصدقاء منافسين، لان اراس بلوت وتولجا سريتاش صحاب من زمان قوي. بعد ما تم اعلان ان مسلسل عبقري هيتم عرضه يوم الاحد، وبكده هيكون بينافس وبقوه مسلسل المنظمه، واصبح كده مع صديقه تولجا سريتاش منافس ليه قوي جدا. وقالت كمان ان حتى شركات انتاج المسلسلين المنظمه والعبقري من اقوى الشركات الموجوده في تركيا، وكمان هي شركات منافسه لبعض، وده هيوضح ان مسلسل المنظمه والعبقري هيكون عامل اشكاليات كتيره قوي ما بين الاتنين او ما بين الممثلين، عشان ابطالهم اقوياء جدا والقصص حلوه قوي، وكمان ابطالهم من محببين للشعب التركي وكمان للعرب والعالم كله. الموسم الخامس من المنظمه هيقابل الجمهور يوم الاحد 22 سبتمبر، وهيكون في اكتر من شخصيه شريره في الموسم، وهيكون مختلف تماما عن المواسم السابقه ليه. وان تولجا سريتاش وايبوكي بوسات مثلوا مع بعض قبل كده مسلسل العهد، وكان من اقوى المسلسلات اللي كان معمول لي اكتر من موسم، وهما الاتنين مع بعض ممثلين اقوياء جدا. عشان كده عمل كبير زي مسلسل منظمة هيكون صعب قوي ان يواجه مسلسل عبقري في يوم واحد، وهيكون في تنافس كبير قوي على الريتنج للمسلسلات، وده اكتر حاجة احنا خايفين منها. وقالت ان الاصعب ان اراس بلوت وتولجا سريتاش بيتعاملوا مع بعض عند نفس مدير الاعمال او الشركة الخاصة باعمالهم، وده هيحطهم هما الاتنين دايما سوا طول عرض المسلسلات، وده هيكون الاصعب. وفي النهاية هنشوف نتيجة المسابقة دي في الريتنج لما المسلسلات تتعرض. ده كلام الصحفية بيرسون عن المسلسلين، وانا شايفة ان كلامها مناسب جدا. شايفة انه فعلا مسلسل منظمة والعبقري مسلسلين اقوياء جدا ان هما يكونوا بيتنافسوا سوا، ومن الصور انتوا اكيد شايفين علاقتهم من زمان قوي، فده معناه انه لما ينزلوا قدام بعض ده هيكون مش افضل حاجة، لكن احنا هنستنى الريتنج بعد كده، والريتنج هو اللي هيحدد انهي مسلسل منهم هيكمل. مع ان المنظمة ده الموسم الخامس منه، فهو مكمل كده كده. اكتبولي انتوا في التعليقات كمان رأيكم، هل فعلا مسلسل منظمة والعبقري هيكون منافسين لبعض جدا، وهل صداقة أراز بلوت وتولجا سريتاش ممكن تتهز بسبب الموضوع ده ولا لأ؟ وبس كده، باي باي.